ضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد الخليجي الذي يقيمه تجمع الوحدة الوطنية برعاية كريمة من جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، عقدت ورشة دور الشباب في الاتحاد الخليجي، وذلك بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة. هذا وتضمنت الورشة جلستين، الأولى تناولت الجانب الاقتصادي حيث ركزت على الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تقدمها الوحدة الخليجية، إلى جانب الحديث عن أهمية روح المبادرة للاستفادة من الفرص وأهمية التفاعل الإعلامي العالمي لتعزيز تلك الفرص والتعريف بدور الشباب في استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي الجماهيري بأهمية الاتحاد الخليجي. واستعرضت الجلسة الثانية المحور السياسي في نماذج الاتحادات والدوافع السياسية والأمنية لقيام الاتحادات، إلى جانب عرض مقومات الاتحاد القابل للاستمرار من الناحية الأمنية والاقتصادية وأهمية إدماج الشباب في العملية السياسية واتخاذ القرار، حيث تعتبر الخطوة الأولى للانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة. كما تمت الإشارة إلى السبل التي تمكن الشباب من أن يكونوا أداة للتغيير الإيجابي لتمكينهم من رسم مستقبل الاتحاد الخليجي ودور الشباب في الدفع بعملية التنمية المستدامة للاتحاد الخليجي ورؤاهم تجاه الفوائد المرجوة للاتحاد الخليجي. هدفنا من هالورشة أن نوصل الرسالة لهم أنه لأن هم أساس لمستقبل الاتحاد الخليجي اللي بيكون له دور كبير في الاستقرار، في الوحدة، في القوة، من جوانب من جانبين أساسيين، الجانب الاقتصادي والجانب السياسي. موضوع مهم مثل الوحدة الخليجية يتطلب أن الكل يشارك فيه وليس فقط الحكومات، وإحدى الوسائل التي تمكن المواطن الخليجي أن يتفاعل مع هذه الإجراءات وهذه الخطوات والمنتديات والفعاليات مثل هذه الفعالية. كل هذه الأنشطة تأتي كنتيجة لمثل هذه الفعاليات التي تعقدها الجمعيات الأهلية.